يعني سبحان الله العظيم، لاحظ ربما انا قلت ان هذه الاربع اللغات تاسوسيتاس الحيت مش لغات، في هي الاطلس، متغيرات فقط، هي مش لغات ان أصلا. انا اظن على ان البعد الجغرافي اللي جعل منها انها يعني تتغير حسب التموقع ديال الفئة ديال الامازيغ، انا هو كنظن، عادي، الله اعلم. هو عادي انه توقع هذا التغيير، لانه بطبيعه الحال بحال مثلا الشمال، هو كان تباعد الشمال بالضبط، يعني هما اللي عندهم يعني حيت بزاف تيقول لك انا مثلا فهمت تاريفيت لغه جديده كذا، وهذه لا تاريفيت مثلا الشمال علاش فيها بزاف ديال التغيرات الصوتيه، لانها كانت اكثر منطقه احتكاكا باللغات الاخرى، يعني علاش، بالضفة لان الأخرى. نعم السواحل يعني اي حضاره اي واحد براني جا راه تيحتك بهم هما الاولين، على عكس مثلا انت هبط لتحت تتلقى مازال ما فيهاش هذوك التغيرات الصوتية اللي معروفة مثلا عندك في الشمال. هذا هو الفرق اللي كاين. اما ملي كنهضروا على الامازيغية راه عندك من المحيط الاطلسي تنسيوا راه لغة واحدة، راه ما كاينش فرق في النحو، حيت النحو هو اللي كيحسم واش حنا تنهضروا على لغات ولا متغيرات. ما دام ان النحو واحد من المحيط الاطلسي حتى لسيوا راه حنا باقين في لغة واحدة. المعجم غادي يجي واحد غادي يقول لي المعجم، نقول لي اسمح لي المعجم، إذا كان واحد تيقول أجايو، واحد أخساس، واحد تيقول أقلال، واحد تيقول أقرو، واحد أقشيش، أقشاش، واحد أجايو، راه كلهم إذا قلت نسجيف لهم إخف، إذا قلت لهم إخف كلهم غادي يعرفوا شنو كتعني إخف. بحال مثلا في العربية، العربية مثلا تتلقى أسد عندها 100,000 كلمة. بحال مثلا مثلا في العربية نيت تنقولوا، في التمازيغ تنقولوا كنومي دايلن غوز دير، يعني كيفوس دا التنين، إداد يعني عادة، يغولد، يشكاد، يوراد، يراحد، هادو كاملين دي سونونيم في العربيه براسها. العربيه براسها تيقولوا عاد، جاء، قدم، ولكن ما ماشي اختلاف. علاش؟ لان أتى اتى اتى، هادو هاد المعجم ما عمر الواحد يبني عليه يقول بان هذه، هذا هو واحد العامل لاننا باش نصنفوا بان هذه لغه على المتغير، يعني نفصلوا على المتغير الاخر. مادام حنا تنهضروا على الامازيغيه، راه الا مشيتي مثلا، الا مشيتي للشمال حيت غير هذوك، عرفتي غير امتى تيبدلوا هذوك الحروف، امتى مثلا تيقولوا الج، علاش تيقولوها؟ حيت حنا عندنا مثلا اللام مشدده، هما تيقولوا الراء في بلاصه اللام عندنا حنا، هذوك غير ابدالات صوتيه، يعني ما كاينش شي فرق. ما هذوك ماشي زعما شي حاجه اللي غادي يمكن اللي نقولوا بان تاريخيه لغه ولا تشريحيه لغه ولا مثلا ديال الاطلس ديال الوسط لغه. مازال حنا كنهضروا في اطار ديال لغه واحده عندك، ماشي انا غنمشي بعيد، ماشي حتى في المغرب، من المحيط الاطلسي حتى لسيوا، حتى في اللايفات راه امجاوك تيكون معنا بزاف، جا معنا حتى داك اللي جا معنا من ازواج، اشنو قال لنا اخر مره؟ لا كان معنا عبد الله، كنا سمعنا تنضحك، اشنو قال لنا؟ ما كوني ساتسان، هذا من ازواج، من تيمبوكتو، تيمبوكتو صحيح صحيح. والله الا قال لنا، راه الفيديو راه عندي في تيك توك، راه الفيديو راه في تيك توك. والاكثر من صحيح. ذلك ودي يا ناصر، غير الامثال الشعبيه اختي الطريق التوريستي دغور شي دغور شي يولي يا نوسيا يا هو هو شوف هو سيا هو سي هو القبائل هو الامثال تكنولوجيا مازال، يا انا مثلا الشعبيه اللي ان تادت نتيني ولكني غور عادي ياك معنا نفس المثل الشعبي. لا شوف، صحيح مازال صحيح. نقدر نقول، مازال نقدر نقول بان الامثال الشعبيه ممكن انه يختلفوا من منطقه لمنطقه، لانه عاوتاني تيكون واحد بحال مثلا الثقافه ديال الجنوب مثلا عندهم واحد الموروث الثقافي اللي ممكن انه تيميزهم على بلايص اخرين، مثلا غير في النمط ديال الغناء راه كاين احواش عندكم تما، وحنا عندنا احيدوس، الاخرين عندهم الرقاده، الاخرين عندهم سميتو، يعني حتى الامثال الشعبيه بطبيعه الحال غادي يكونوا امثال هنا امثال هنا امثال هنا، ولكن في نفس الوقت غادي يكونوا امثال مشتركه وقصص وحجيات مشتركه بيناتهم. يقدر مثلا تكون القصه مثلا شي محاجيه في الجنوب غادي تلقى نفسها اللي كاينه في الوسط ونفسها اللي كاينه في الشمال، ولكن الاختلاف فين غادي تلقاه؟ بعض المرات غادي تلقاه غير في الصيروره ديال الاحداث، ولكن في الاخر الرساله اللي غادي توصل منها راه هي النيس، الحيوانات ولا الشخصيات اللي تيكونوا فيها راه هي نفس النيس. وبعض المرات كاع تلقى كاع حتى هاد القصص مشتركه ما بين حتى الادب العالمي، ماشي حتى الامازيغ بيناتهم.